يميز ولا بأس به كذلك في هذه المواجهة. نمر سريعا لنتيجة أخيرة، خسر الحروب هنا الكرة لفريق الحرس الوطني، ضاعت الكرة، عادت مرة ثانية والهدف الأول لفريق الحرس الوطني. 1-0 لمصلحة الحرس الوطني، يتقدم بأول هدف في المواجهة. ما الكرة ضاعت وارتقت واصطدمت بالقائم الأيمن عن طريق اللاعب عثمان إلى أبو بي. أبو مبي يلعب كرة بين لمصلحته عبد الرحمن بصورة مميزة خطيرة، هنا الثاني، نعم لكن ضاعت الفرصة وضاع الهدف الثاني على فريق الحرس الوطني. لقطة خطيرة جدا وكرة خطيرة، ولاعبو الحرس الوطني يبدعون في تضييع الفرص وتضييع الهدف الثاني في الكرة الماضية. لقطة خطيرة والحكم صفر وأعلن عن ركلة جزاء الصغير أمام عبد الرحمن سيب. عبد الرحمن باي، عبد الرحمن، ويسجل الهدف الثاني في هذه المواجهة. الحرس الوطني يعزز نتيجته ويسجل ثنائية في هذه المباراة أمام نادي إنتو كيفا بعد ركلة جزاء التي صفر وأشار إليها حكم المباراة، ولكن خروج موفق من جانب نادي إنتو. والثالث الأهداف لفريق الحرس الوطني، اللاعب عبد الرحمن سيب يسجل هاتريك في شوط المباراة الأول بعد كرة رائعة وبعد متابعة ولا أروع، يسجل خلالها ثالث الأهداف ويتقدم ويعدم يسرى قوية. ولكن لا تكون أنانية لعبد الفتاح، ديبوبا يرسل كرة والهدف الأول لمصلحة إنتو كيفا في هذه اللحظات. قلص الفارق من كرة خطيرة في وقت كنت حادث أو كنت أحاور عبد الفتاح بأنه لا يكون أنانيا. حذاري داخل منطقة العمليات والكرة بعيدة، ركلة جزاء، ركلة جزاء لفريق إنتو كيفا في هذه اللحظات. القوسيدي ديبوبا، هدف ثاني لمصلحة نادي إنتو كيفا في هذه اللحظات. ثنائية لمصلحة إنتو، قد يعود أبناء كيفا في دقائق المواجهة القادمة. وصلوا وحصلوا، تأتي بالجديد الركنية التي قد تأتي بالجديد. عبد الفتاح يلعب كرة رأسية، عادوا من جديد، عادوا أبناء كيفا، عدلوا النتيجة. رستان نجم الحرس الوطني السابق.